يا مساء الفل، يا مساء السعاده، يا مساء كل حاجه حلوه على عينكم، يا احلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. سبقتك قلت انا المقدمه. انا مستنيه لو انت النهارده بقى الفيديو اللي انتم منتظرينه يجيب على كل اسئلتكم اللي انتم سالتوني عليها على المنتدى، هنجاوب عليها بكل صراحه وبكل صدق، وهجاوب على سؤال سؤال. وعايزه قبل ما ابدا الفيديو اشكركم بجد على تعليقاتكم الجميله، والله فرحتوني 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 بكلامكم. قرينا كل التعليقات طبعا وفرحنا بيها جدا، يعني عايزه اقول لكم ان انتوا دايما في ظهري وسندني بجد، والله ربنا يخليكم لينا ويدوبكم في حياتي يا رب. تعالوا بقى اشرب معايا كوفي ميكس. وانا ماليش اتفضلي عاصم، هشرب ثواني. عاصم جاب لنا رمضان بدري، مستعجل وعمال يطلع في حاجه رمضان. مستعجل ليه؟ على كل شويه هو رمضان قرب يا ماما، رمضان قرب. انا عن ذات نفسي والله انا مستنيه رمضان. هو بقى علق لي طبطب ورايا ليه مش عارفه، مش راضي يشيلها. الكوبايه دي ما بستغناش عنها، لسه متغدين دلوقتي وقلت بقى اصور لكم. انا اسالك وانت جاوب. لا انا هسال. ليه؟ لا انا اسال عشان انا انا اسال وانت تساعديني في الاجابه. قولي معايا. بص انا هاخد السؤال سؤال بالترتيب. ما انا هسالك. لا ما تساليش يا ماما، انا دام عليك. خلاص يا ستي خليكي انت على جنب، عايزين نجاوب على الاسئله دي قبل ما بتردي. انا بقالي كتير ما طلعتش. قبل ما تيجي لنا همشي. سلامة يا سندي. همشي تاني. سلامة يا سندي. همشي. شجعوا سندي، شجعوا، ما تقعديش تهزي الاضاءه بالجيزه. شجعوا سندي بلايك كده حلو. وعايزه اقول لكم بقى على حاجه قبل ما نبدا الفيديو كده، شجعوني بلايك، عايزاكم تكملوا معايا الفيديوهات للاخر، يعني تيجوا تشوفوا الفيديو كملوه للاخر، لان انا عندي اليومين دول القناه واقعه جدا، وعايزاكم تقفوا معايا بقى وتسندوني وتفضلوا في ظهري كده. حطوا له لايك، حطوا لي تعليقات حلوه كتير، شيروا الفيديوز على قد ما تقدروا لكل اصحابكم اللي عشان اقدر اقف على رجلي تاني واقدر اصور لكم فيديوهات كتيره باذن الله، والقناه ترجع تتظبط تاني زي الاول باذن الله. هنبدا بقى، حطوا اللايك قبل ما نبدا. هنبدا بقى ونجاوب مع بعض الاسئله بكل صراحه. خدها سؤال سؤال بالترتيب. مش انا اسال اول سؤال جالي. طب في اسئله ليه؟ لا مفيش اسئله ليك يا سنتي، هنشوف. يعني محدش انا على فكره بنسى. محدش هيسال. انا قريت الاسئله، قريت الاسئله كلها بس بنسى، فهاخد التليفون بقى واجاوب على سؤال سؤال. اول سؤال جالي، بحب المقدمه بتاعتك، تحسسني بالتفاؤل دايما، ازاي عرفتي تطوري من محتوى تصويرك؟ بصوا بقى التعليقات دي، انا هجيب لكم تعليق تالي على الشاشه كده عشان تشوفوا معايا التعليقات. بصي بقى، ربنا يخليكي ليا الاول، تحرمش منك يا حبيبه قلبي، ربنا يسعدك يا رب. كلامك طبعا على راسي من فوق بجد، والله اسعدتيني بكلامك وتشجيعك ليا. اول حاجه بقى، ازاي قدرت اطور من موضوع التصوير؟ عايزه اقول لكم ان في الاول كانت الاضاءه مش قادره اقول لكم، كنت لسه مبتدئه الفيديوهات بتاعت زمان يا لهوي. بصوا كانت على لمبه واحده، ما كانش في بقى الرينج لايت ولا كان في الحاجات اللي انا بدات اجيبها بقى واعرفها. بقيت ابحث الاول، لقيت يعني مع التطوير، لان انا كنت واخده الموضوع الاول عادي، فاهمين؟ ما كنتش متخيله اصلا ان انا يعني ايه. لما قررت افتح قلت ايه هجرب حظي. فضلت شهر اتنين وانا برده مش مصدقه ان ايه ممكن في يوم من الايام حد يعرفني او حد يكتب لي تعليق او حد يحط لي لايك. كنت واخداها كده ايه، قلت هجرب مجرد ايه، الواحد كان زهقان ومش لاقي حاجه اعملها، فقلت ايه مجرد تسليه. بس واحده واحده كده، لقيت شهر اتنين لقيت نفسي ايه الموضوع بقى دخل في الجد. بقيت ابحث، بقيت ادور ايه اللي ينفع ان انا احطه يعني ينور في المطبخ معايا. بدات بقى بالرينج لايت، وبعد كده بدات اجيب لمبه كبيره في المطبخ. اهم حاجه فعلا في التصوير الاضاءه، هي اللي بتبين الحاجه كويسه ولا لا. وبعد كده بقيت اجيب اسمه ايه يا سندي، الليد الصغير، فيه شريط ليد كده بيبقى معدن. كنت جايباه بكام؟ كان ب 50 جنيه. بيتوصل بفيشه كده سلك بينور، بلزقه في المطبخ من فوق من تحت كده، يعني من تحت مش من فوق، هو يعتبر من فوقيه يعني، فوق الرخامه، فوق الرخامه بس من المطبخ من فوق. بس بقيت احط بقى ليد كده في جميع النواحي، بصراحه بيدي اضاءه حلوه قوي وبينور. وعاصم جه بيقول لك احط لايك، شجعوا عاصم بقى بلايك وما تحرمش من تعليقك يا قمر، اسعدتيني والله. تاني سؤال، قناتك جميله جدا ومبهجه قوي، تبارك الرحمن. جوري حبيبتي تسلمي لي يا رب، انت اللي جميله والله، اسعدتيني بتعليقك. عاصم بيلعب مش داوي ولكن انكم شايفين هو مستعجل على رمضان. تالت سؤال بقى، قناتك حلوه قوي، دي من جيهان، جيهان عبد الله. قناتك حلوه وفيديوهاتك كلها جميله من افكار وفلوجات، الصراحه شجعتيني ان انا افتح قناه. حبيبتي تسلمي لي، انت اللي حلوه والله وجميله. عايزه اقول لكم ان كلامكم ده بيخلي بيديني دافع وبيشجعني والله ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير. ابدأي وتوكلي على الله وسمي الله كده واستخيري ربنا وابدأي، وان شاء الله ربنا هيقف معاكي وفي ظهرك وباذن الله. عايزه اقول لك زي ما قلت لكم في البدايه كده، انا كنت واخداها ما كنتش متوقعه ان ده هيحصل معايا، فتوكلي على الله وابدأي باذن الله هتبقى فتحه خير عليكي. انا طلعنا في الفيديو. الفت حبيبتي الفت، بتقولي مساء الفل والورد والعنبر والياسمين على القمر الجميله، وربنا يوفقك حبيبتي الفت. تسلمي لي يا رب، من اجمل الناس ومن احلى المتابعين اللي على طول بتدعمني، ربنا يخليكي يا الفت. تسلمي لي يا رب. تسلمي لي. استنى ما اشرب شويه كوفي ميكس. اسالك السؤال الجاي؟ لا ما اسالش.
واحده اسمها لولو محمود بتقول لك حبيبتي يا ميرو انا بحب فيديوهاتك جدا مش بتفكري تعملي فيديوهاتي الاوتونات يعني يا مير. حبيبتي اسمها ايه؟ لولو محمد محمود. لولا لا استنى عشان الاسم بيجي في الحساب اصلا. لولي انا قريتها لولو والله وانا بحبك والله يا حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب انا بحبك جدا والله ربنا يخليكي ليا. عايزه تشوفي الروتينات ده بنقعد صوت اليوم من جوه عشان انا واصل مش علينا مش عربان عمري ما فكرت اعمل كده عشان الكائن الغريب اللي ورايا ده فنصيحه بلاش فانا كفايه عليا في الشارع يعني احمد هو اللي بيقدر يسيطر عليه لان الكائن ده ما ينفعش تعمليه معاه باين لكم ملاك. لا انا في كتاب العقل بس انت تفتحوش ماشي. تاني السؤال اللي بعده من جوجو كان هدفك في الاول الشهره ولا الفلوس؟ اسكت كم مره سنتي توبت في الفيديو عشان بقى جنبك عليه. بصي هقول لك على حاجه انا في الاول في البدايه كنت فاتحاها يعني الصراحه الصراحه كنت فاتحاها كان بصي كان الموضوع بالنسبه لي ممل القعده في البيت كان في زهق كده. المهم ايه قلت فيها ايه ما اجرب وافتح قناه كده كده بحب المطبخ وبحب اقف في المطبخ كتير وقلت اجرب. جربت بعد كده يعني كان في 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 هدف قدامي نفسي احققه فبقيت استمر. الموضوع على فكره صعب جدا في القناه واللي بيفكر ان الموضوع سهل لا الموضوع مش سهل خالص. يعني انا كنت فكره الاول ان احنا الواحد هيصور فيديو وينزل الموضوع شغلنا سهل لا بس على فكره اي شغل في الدنيا بيبقى صعب عايز اجتهاد عايز شغل عايز مصابره اليوتيوب عايز صبر وطول بال مش قادر اقول لكم. فالمهم ايه الاول زي ما قلت لكم انا كنت واخداها تسليه بعد كده خدتها كمصدر رزق ان انا اسعى وان انا اعرف احقق حلمي ان انا اعرف اوصل للي انا عايزاه وانا جاوبتك بكل صراحه والله هو ده اللي كان ده هدفي لحد الايه. السؤال اللي بعده من ايمي جمال بتقول سؤال حضرتي فيديوهات لرمضان بحب جو رمضان جدا والزينه والشوارع مستنيه قوي الفيديوهات دي. الجو بحبه عاصم عاصم هتضلنا قوم دلوقتي بص الواحد من غير ما يعرف حاجه والله كلنا بجد مستنيين. انا من عشاق رمضان بجد بحس فيه بهجه وفرح وبص بيبقى شهر غير عادي وبالنسبه لي الفيديوهات بتاعته بتبقى حلوه قوي بحب انزل اصور في الشارع بحب انزل اصور زينه رمضان حاجات رمضان. التصوير في الشارع لوحده مع اجواء رمضان دي حاجه ثانيه لوحدها يعني مبهجه. فانا ان شاء الله محضره طبعا باذن الله قبل اول ما يخش رجب علينا باذن الله كل سنه وانتم طيبين هعمل لكم فيديوهات حلوه قوي وهنبدا بقى ايه من اول رجب كده باذن الله نحضر لرمضان. عاصم وعاصم محضر لكم رمضان من دلوقتي. السؤال اللي بعده بمناسبه ان خلاص رمضان برده رمضان سؤال ثاني عن رمضان من مين؟ الكسندرا حبيبتي الكسندرا اسم صعب معلش. بمناسبه ان خلاص رمضان قرب هل مخططه حاجه معينه؟ كل سنه وانت طيبه وانت طيبه يا قمر. انا جاوبت على السؤال ده في السؤال اللي بعده طبعا مخططه اللي قبله. صباح الخير معلش يا سند صباح محضره طبعا فيديوهات ان شاء الله زي ما قلت لكم وان شاء الله في اول رجب هنبدا بقى فيديوهات رمضان. السؤال اللي بعده من ريم محمود او محمد منوره الدنيا. عندي سؤال بسيط لو في حد ما بيحبش اكله معينه بتعملي للكل ولا بتعملي لكل شخص اكل بتعملها ولا ياكل ايه؟ يا كدابه لا بتعملي سمك بولتي انا ما بحبوش. لا بصوا هم عندنا في البيت العقده من احمد من ساندي من عاصم من ملك السمك تمام. فضلت بقى مروهم لغايه لما حبيت ملك وساندي في السمك بالعافيه بس اسماك معينه الباقي ما برضوش شكله. فملك يا ساندي بولتي يا المهم ما بيحبنيش يعني عشان طبعا بيتعبوني في الحكايه دي. فطبعا بعمل جزء لينا سمك وعاصم هو بيقول لكم ما بحبش السمك واحمد وعاصم بعمل لهم صنف تاني. لو مثلا هعمل فيليه البيت كله بياكل فيليه ما عدا عاصم ممكن اجي اعمله هو بقى شويه مكرونه كده. لو هعمل بولتي احمد ما بياكلش البولتي نهائي فاقوم عامله له اكل تاني لوحده واحنا نعمل لينا البولتي. بس ساندي وماهر ما بياكلوش غير المشوي ما بياكلوش المقلي خالص فطبعا لازم نعمل اكلتين بالغصب بالضرب اضربني عشان ايوه معذبه يعني يرضيكم كده ما حدش يحب السمك يعني ازاي خلاص بقى. نانا بتقول لي بقى انا متابعاكي من زمان وحابين نتعرف عليك اكتر اسمك ومنين مثلا يعني عرفينا على ميرو الحقيقيه. ميرو الحقيقيه اسمها مروه انا اسمي مروه واخترت الاسم ده للقناه يعني ما رضيتش اقول يعني اكتبه مروه. جت في دماغي على طول اسميها ميرو كنت مسميها القناه في الاول مارو ما اعرفش ايه اللي خلاني اغيرها وخليها ميرو. ميرو احلى يا جماعه حبيت ميرو اصلا وقلت اسميها. انا اسمي مروه ومن القاهره عندي 42 سنه قلت سني هو على قدام على الهوا عايزين نعرفه عليا خالص اعرفه على نفسي. طيب اعرفه طبعا دي ما نعرفهاش انت جنبي يعني انت بنتي مين ازاي كل اللي شوفها ماشي مش معايا في الشارع ما شاء الله يعني حاجه كده نوريهم انت اكيد شفتك فيه ما حدش بيصدق ان هي بنتي اصلا. 42 سنه 20 سنه بس اتجوزت وانا بعد ما خلصت ثالثه جامعه. انا في كليه كنت واخده درست ثانويه عامه وبعد كده دخلت كليه حقوق البري عاصم خدت في ثالثه ثانوي في ثالثه ثانوي في ثانيه ثانوي اتخطبت
في ثالثة جامعة كنت اتجوزت الحمد لله. بعد سنة من الجواز خلفت ساندي، وبعد 5 سنين خلفت ملك، وبعد 15 سنة خلفت عاصم. 15 ولا 15 سنة؟ لا بالنسبة لك الفرق بينك وبين بالنسبة لي انا بعد ملك 10 سنين يعني عاصم ده غلطة غلطة يا ريتها ما جت. بس بس خلاص مش هنتكلم بلاش نفتح. ايوه انا سكت استنى عشان ما ننساش بقى حد. نعمل تيم عادي جدا. نونا، نونا بتقولي ممكن اعرف رايك بصراحه في القلايه وهل فعلا موفره للوقت والمجهود ولا اي كلام اعلاني؟ بصي يا نونا، نونا حبيبتي تسلمي لي يا رب على تعليقك الجميل ده. القلايه بصراحه حلوه جدا وموفره فعلا في الوقت وفي الزيت وصحيه. لا بجد، بس مش اي نوع، لان في انواع انا سمعت عنها اللي هي الرخيصه دي ما بتبقاش حلوه، بتطلع طعم الاكل متغير. لان انا عملت فيديوهات كتيره قوي، مش عم انا اللي عملتها، شفت فيديوهات كتيره قوي عن الموضوع القلايه قبل ما اخد الخطوه دي، لان هي فعلا انا جايباها غاليه، وكان لازم اشوف فيديوهات واشوف واشوف امكانياتها واشوف اني الحلو واني الوحش. فكنت بس باخد معلومات ان القلايه الرخيصه بيبقى تطلع الاكل طعمه متغير، ما بتطلعوش حلو، ما بتسويش البطاطس حلو. في قلايات كده وفي قلايات كده، بس الصراحه اللي انا جايباها بجد حلوه قوي، الموفره جدا. يعني انا يوم ما عملت البطاطا في الفرن قعدت 3 4 ساعات، وفي الاير فراير ما كملتش نص ساعه. البطاطس في ما بتكملش 10 دقايق وتطلع متحمره وما فيهاش، يعني صحيه جدا ومقرمشه وحلوه جدا. انا لسه ما جربتش فيها البانيه عشان ابقى صريحه معاكم، انا نفسي اجرب فيها البانيه، هجرب فيها البانيه قريب باذن الله، اعمل لكم حلقه عنه. جربت الممبار زي ما انتم شفتوه في الفيديوهات قبل كده، طلع زي ما احنا بنحمره بالظبط وطلع تحفه. جربنا فيه الشيبسي، جربت فيه المسقعه، بصوا مش قادره اقول لكم طعمها فظيع. لا هي بجد بجد حلوه قوي، موفره للوقت وصحيه وموفره للزيت. فتوكلي على الله، لو بتفكري تجيبيها نوره روحي هاتيها، مش هتندمي والله. السؤال اللي بعده، ماجده حبيبه قلبي يا مجهوده، عايزه اقول لكم ان انا بعشق المغرب وناس المغرب واهل المغرب، يعني ليه اصحابي هناك كتير قوي متابعيني وحبايبي واصحابي، ربنا يخليكم بجد، بلد جميله وناسها جميله قوي، وواقفين على طول معايا وبيدعموني، ربنا يخليكم يا رب. وطبعا ما انساش حبايبي في كل حته والله، يعني مش في المغرب بس، وفي في المانيا وفي في كل مكان. عشان انا مش متذكره كذا. حبيبتي الغاليه بحبك قوي، يحفظك عيلتك الصغيره. عندي سؤال صغير، بما اني بحبك وبحب عيلتك الصغيره، وانا بحبك جدا والله يا ماجده، سؤالي هو هتشاركي عيلتك في اقتراح الافكار، تشاركي عيلتك في اقتراح الافكار والمواضيع اللي انت بتصوريها؟ اه طبعا، قبل ما اعمل فيديو بنقعد نتكلم، بتكلم معاهم ايه رايكم اعمل كذا، يعني ما يعني ما باخدش خطوه لوحدي، بحب اشاركهم معايا. اسال ملك، حتى ملك الصغيره بسالها، بقول لها ايه رايك يا ملك في الموضوع ده، ايه رايك لما نعمل كذا، ايه رايك لما ننزل نصور كذا، ايه رايك يا ساندي نعمل الاكله دي. فباخد رايهم بصراحه، لان هم اللي قاعدين معايا على طول، فبشارككم. حبيبتي يا ماجده بس ما تحرمش مني الكلام. ايه ده؟ تعالوا اشربوا معايا. ثواني يا عاصم. السؤال اللي بعده من حبيبه قلبي وصاحبتي واختي، وبصي من غير ما اشوفها على طول بتدعمني، من يعني متابعتي الجميله دينا محمد، انا متابعاكي من زمان ومعجبه بقناتك. عندي سؤال، في اكله من الاكلات اللي انت عملتيها طلعت مش مظبوطه وندمتي ان انت صورتيها، مع اني على ما اعتقد ان كل اكل جميل. انت اللي جميله يا حبيبتي يا دينا، تسلمي لي يا رب، انت اللي جميله وكلك ذوق، ربنا يخليك يا رب. يلا في حاجتين، اري واعترف، اري واعترف، اري واعترف معايا كل حاجه. وندمتي ان انت قصدي ان اكلات عملتها وندمتي. بصي هو حاجتين، هي مش هي اكله ومشروب. اول اكله عملتها انا ما حبيتهاش، انا ما حاسه ما اكمل كلمه يا ساندي، انا ما حبيتهاش، بس ساندي وملك حبوها، لان هم ما بيحبوش القرنبيط. انا اللي بحب القرنبيط، كنت عامله قرنبيط اول ما فتحت القناه كده، اول ما فتحت القناه من فتره، من 3 سنين، كنت عامله قرنبيط. في الفيديو ده قديم قوي، مش بالطريقه العاديه، عملته بالمحشي جبنه، كانت جبنه موتزاريلا، هرست القرنبيط وحشيته جبنه وعملته، يعني عملتها اقراص كده. انا ما عجبنيش طعمه بصراحه بعد ما عملته وصورت الفيديو، انما ساندي وملك عجبهم، يعني الناس اللي ما بتحبش القرنبيط هيعجبهم. انما بالنسبه لي عشان انا بعشق القرنبيط، بعشق الطريقه العاديه التقليديه بتاعتنا اللي بتحط في عجينه والقرنبيطه تبقى زليله كده وتقليها بس. انا بصوا يعني احب افطر بيه، احب اتغدى بيه، لو بقى اتعشى بيه، لو بقيت وحطيته في الثلاجه اكله مع شويه جرجير كده، مع شويه سلطه، مع شويه ليمون معصفر. بصوا يعني لسه بسال ساندي، اقول لها لو نزلتي ولقيتي القرنبيط قولي لي يا ساندي ان شاء الله. هم ما بيحبوش دي الاكله الوحيده اللي عملتها وما حبيتهاش بصراحه. الحاجه الثانيه قولي معايا الكافي ميكس، انا بعشق الكافي ميكس. يوم ما عملته جربت بقى ان انا اعمله، قعدوا يقولوا لك، قعدوا ضربوا الكافي ميكس مضروب يعني، وعملوه بالسيراميك ومش عارفه ايه، قلت لا انا اعمله في البيت، ايه القرف ده، وانا مش هشتري من بره تاني. جيت عملته بصراحه مش عارفه، ما عرفتش اظبطه، حتى ما نزلتش الفيديو لان انا خفت انزل الفيديو بالطريقه حد يمشي عليه ما يعجبوش يجي عليا. فلغايه دلوقتي لكنا الفيديو ما نزلتوش على فكره، ما رضيتش انزله والله للناس. مش عارفه، ما عرفتش اظبط الطعم بصراحه.
فهما دول الحاجتين اللي انا ندمت ان انا عملتهم. السؤال اللي بعده من دره حبيبه قلبي، حبيبه قلبي اللي متابعاني وعلى طول بتكتب لي تعليقات حلوه بجد، ربنا يسعدك يا رب ويفرح لك قلبك ويخلي لك مامتك واخواتك يا رب. عندي اسئله كتير بس هسالها ليكي. وانا احنا بنشرب فنجان قهوه على البحر في يوم ان شاء الله، يا سلام والله امنيه حياتي ان انا اتقابل بيكم كده ونقعد مع بعض. وبصي يعني انت اخترتي مكان بصراحه حلو قوي، راحه نفسيه ما بعدها راحه، نقعد كده نشرب فنجان قهوه على البحر بس راحه شقه في ميكس. ان شاء الله ادعي لك ان ربنا يكفيكي شر العين وشر كلام الناس اللي مفكرينك بنت نجيب سويه. والله دمك زي السكر، ربنا يحفظك يا رب، والله دمك زي العسل. عايز اقول لكم ان تعليقاتها بتخليني اموت على نفسي من الضحك بجد. ورب ومن كل شر ويزيدك من نعيم الله ويهدينا جميعا يا رب، يا رب العالمين يا رب. تسلمي لي وتسلمي دعواتك، احلى حاجه والله الدعوات الجميله اللي انا باخدها، يعني احلى حاجه حصلت لي ان انا اتعرفت بيكم بجد، انتوا صحابي وعيلتي وكل حاجه ليا. عايز اقول لهم انا عارفه انت كتبتي التعليق ده ليه، لان في ناس كتبوا لي تعليق هنا انت ارحمينا شويه، انت كل يوم تعملي مش عارفه ايه عايز اقول لكم ان انا مش كل يوم بعمل، يعني مش كل يوم بعمل اكل حلو، مش كل يوم بعمل فراخ، مش كل يوم بعمل لحمه، اللحمه بقى يعني احنا مقاطعينها اصلا. فانا بحاول ادور لكم على يعني الحاجات الحلوه، يعني يوم ما بصور بحب اظبط الفيديو كده اطلعه لكم حلو، وفي نفس الوقت مش كله بعمله انا بتاكل قبل البطل. ايوه مش كله برضه بقى بعمل كده، فلازم اعمل كده ولازم اعمل كده، مش هيبقى كله اكلات اقتصاديه بس، فلازم امشي على الطرفين، فاهميني؟ حلوش منك يا دره يا حبيبه قلبي من تعليقك الجميل ده ومن دعوتك الحلوه. مش عايزه اطول عليكم الفيديو لان الاسئله كتير قوي. عايزه اقول لك انك اطيب لمين، ام فريده حبيبه قلبي، عايزه اقول لك انك اطيب خلق الله وروحك حلوه، ونفسي بجد اتعرف عليكي شخصيا والله، وانا نفسي اتعرف عليكم كلكم والله، بحب اسمع صوتك حبيبه قلبي، ما تحرمش منك يا رب، وبحب قوي بلوجاتك وبحب كمان اكلاتك، بحب كل حاجه بتعمليها. ممكن بقى ما تتاخريش علينا بفيديوهاتك والله غصب عني، الفتره اللي فاتت دي كان عندي شويه ظروف وضغوطات كده، ادعوا لي ربنا يخليكم كده، وما تحرمش من دعواتكم، ادعوا لي كتير كده الفتره دي محتاجه دعواتكم بجد. وسؤالي ليكي عايز اعرف كل حاجه عنك، اسمك مكانك فين، بتحب المطبخ فعلا؟ انا جاوبت على اسمي ومكاني، انا بحب المطبخ فعلا جدا، بحب اقف في المطبخ، بحب اقعد اخترع كده، احب اعمل اكلات، يعني انا من عشاق المطبخ. ولا عشان شغلك؟ لا مش عشان شغلي، يعني انا يعني انا خدت الخطوه دي لان انا بحب المطبخ، فقلت فيها ايه لما اصور الاكلات اللي انا بعملها واستغل الايه وقفتي في المطبخ. مبسوطه في مجالك ولا متعب زي اي شغل؟ لان ناس كتير قوي بيقولوا ان شغل اليوتيوب سهل وبيكسب فلوس كتير، دي حقيقي فعلا واسف على الاطاله. بصي هقول لك يا ام فريده، ام فريده صح، الشغل اليوتيوب مش سهل والله خالص، اللي بيقول كده لا والله ما سهل، متعب جدا جدا جدا، اسالوه انا بيبقى حد عامل ازاي والله بجد. شغله مش ان انت هتصوري فيديو، لا ده في مونتاج وفي كلمات بتكتبيها ووصف وصور مصغره وحاجات، بصوا اليوتيوب مصعبه جدا 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 فوق ما تتخيل. هو من ناحيه بيكسب؟ لا يعني هو بيكسب بس بيجي اوقات مش كل يعني مش كل شهر، يعني شويه شويه لا، بس يا عاصم شويه يدينا وشويه طلع عينينا وهي ماشيه، يعني الحمد لله في وسط الظروف اللي احنا فيها دي هو مصعبه علينا شويه مش زي الاول، يعني الاول عايزه اقول لكم ان الاول كان ماشي معانا حلو. احنا وصلنا لفين؟ التليفون فصل معلش. زي ما قلنا احنا قلنا ايه ان هو متعب، وزي ما قلت لكم كان بيدينا وكان ماشي حلو، بس الفتره دي في قلق شويه، فالموضوع صعب شويه، عايز مصابره، عايز طول البال اليوتيوب، عايز طول البال وصبره، عايز يبقى صبرك طويل. بس بصراحه يعني الحمد لله انا فرحانه في مجالي وبحبه جدا وبحب شغلي وبحب اتقنه، وبحب يعني اكتر حاجه حبيبتني في شغلي دي انتوا والله العظيم، انتوا اللي حبيبتوني في شغلي. ثواني ماشي، ثواني يا طمس. السؤال اللي بعده، نور عيني ابني ده اسم ال اسمها نور عيني ماشي. انا ما عنديش سؤال، بس انتوا عيشتكم حلوه وعرضينها للناس، راعي الناس الغلابه شويه، العيشه غاليه والناس مش لاقيه الاكل. جماعه انا واحد على فكره يعني هيك. انا جاوبت على السؤال ده من شويه والله. هي بتقول عيشتكم ليه عارضين عيشتكم للناس؟ انا بصوا اقول لكم على حاجه، في ناس بتحب تتفرج يعني ما بتخرجش من البيت، يعني سواء انا صورت بلوج او خروجه، صورت وانا رايحه مصيف، صورت وانا رايحه مثلا جنينه، صورت وانا داخله مول، ده في ناس كتيره بتحب قوي تقعد في البيت وما بتحبش الخروج، وفي ناس معهاش ان هي تخرج. فثواني يا عاصم عشان الاضاءه. فالناس دي بتحب تفتح اليوتيوب، بتحب تتفرج على فيديوهات، بتحب تشوف عيشه الناس، بتحس براحه نفسيه لما مثلا توريها مكان حلو، توريها حاجه هي مش عارفه تروحها او غصب عنها، هي بتحب تتفرج. في ناس بتحب وفي ناس لا، في ناس بتحس يعني انا بحس اني اكتر فيديوهات بتتشاف عندي الفلوجات اللي انا احنا بنخرج فيها، الناس بتحب الخروج الفرفشه. وعايزه اقول لكم حاجه، احنا مش عيشتنا كلها حلوه والله، احنا
يعني كل بيت فيه الحلو وفيه الوحش. بس ما طبعا مش انت هنكد عليكم واوريكم الوحش، مش هينفع نوريكم الوحش طبعا، في كل بيت فيه كده وفيه كده، فانا ليه انكد عليكم؟ لا انا هظهر لكم الحاجه الحلوه، اديكم تفاؤل اديكم، انما ليه انكد عليكم؟ ليه اطلع اقول لكم انا مش لاقيه، انا جوزي ضربني، انا مش عارفه بنتي عملت ايه؟ لا انا لازم افرحكم، لازم اخرج الناس من مود الجو اللي احنا بقينا فيه والعيشه اللي احنا بقينا فيها دي، الناس دي ايه والله. فيمكن لما بصور لكم حاجه زي كده بيبقى مش المقصود ان انا مثلا اتباهى بيها، لا المقصود ان انا ده شغلي اول حاجه، وتاني حاجه في ناس كتير قوي بتحب تتفرج على حاجات دي، فانا مش متضايقه جدا خالص من التعليق والله، انا يعني بحب التعليقات، بحب ارد سواء ايجابيه او سلبيه، احب افهم اللي قدامي وجهه نظري ايه. السؤال اللي بعده من جوجو احمد، ازيك يا ميرو وانا بحبك قوي وبحب قناه الفيديو الصراحه وبحب قناتك كمان في مجال اليوتيوب، ينفع باب رزق؟ انا بصي يا جوجو انا بحبك جدا وبحبكم كلكم والله، انتوا على راسي من فوق كلكم والله، على راسي من فوق، ربنا يخليكم ليا. ومش قادره اقول لكم يعني انا ببقى فرحانه زي من كلامكم الحلو ده. اليوتيوب ما ينفعش، هو ينفع باب رزق بس ما ينفعش يبقى باب رزق تعتمدي عليه، يعني يبقى حاجه اضافيه. هقول لك ليه بقى، لان هو زي ما قلت لكم شهر ممكن يدينا وشهر شهرين لا، ممكن 3 شهور ما تقعديش تاخدي وشهر واحد يقبضك كتير، فما ينفعش يبقى باب رزق واحد، يعني لازم يبقى ايه، لو مثلا هتعتمدي عليه في العيشه يبقى هو ده مصدر رزقك، لا لازم يبقى حاجه جنبه. انما هو بصراحه حلو، عايز شغل جامد، عايز مصابره، فلو بتفكري توكلي على الله وابدئي. السؤال اللي بعده، انا طولت عليكم انا عارفه، ميرفت امين، بس الاسئله كتير والله عايزه ارد على كل الاسئله. ميرفت امين بتقولي ما شاء الله عليكي قناتك جميله ومحتواكي حلو قوي، وكمان عندك قبول ما شاء الله روعه، كملي وباذن الله هتنجحي كمان، وكمان ما تسمعيش كلام حد يقول لك كفايه او محتواكي مش كويس. سؤال بقى، هو انت ازاي بتعرفي تنظمي يومك؟ حبيبتي انت اللي جميله والله، والله انت اللي جميله وعسل وسكر حبيبه قلبي، ربنا يسعدك يا رب ويخليكي ليا ودايما كده تقفي في ظهري وتدعميني بكلامك الجميل ده. وعرفت انظم يومي ازاي؟ الاول ما كنت، بص الدنيا كانت بايظه معايا خالص، ما كنتش عارفه انظم يومي، بس يعني ربنا يخلي لي سندي وملك واقفين معايا بصراحه، يعني سندي ممكن تساعدني في الطلبات، ملك تساعدني في، بخليهم هم يوم سندي يوم تغسل مواعين، ملك يوم بيكون عندي ضغط شغل ان انا اعمل الاكل، بصوا يعني منظمينها كده احنا مع بعض، احنا الثلاثه عاصم يبهدل وسند تروق كده يعني. فالحمد لله بعرف يعني سند ملك مساعدني بصراحه، هم سبب ان انا يعني اعرف انظم يومي. لا في كده. السؤال اللي بعده من جيهان عبد الله، بفكر افتح قناه وتكون مصدر، ثواني يا عاصم، وتكون مصدر رزق ليا، بس ايه رايك؟ هل مجال اليوتيوب صعب؟ دايما بنسمع فلان يتخانق مع فلان وفلان بينافس فلان وخناقات تطلع ترند، وكمان كتير مخليني افكر الف مره قبل ما افتح قناه. بصوا المجال صعب جدا فعلا، مجال مش سهل، فيه الحلو وفيه الوحش بصراحه. طبعا عايزه اقول لكم حاجه، لو هتفتحي مجال زي ده خليكي في حالك، ده احسن طريق تمشي فيه والله العظيم، خليكي في حالك، مالكيش دعوه اللي قال واللي عاد عاد واللي، بصوا هتلاقي النفسين كتير، هتلاقي اللي يقف ضدك، هتلاقي اللي بيقف لك في شغلك وبيحاربك. بصي ما تساليش حد، يعني انا بتحارب الناس كتير في شغلي، بفضل مكمله واشتغل ما ببصش ورايا، اللي عايز يعمل حاجه في ربنا، ربنا قبل الكل، ربنا موجود، ربنا هيقدر ياخد لي حقي من اي حد هيظلمني او يقف في شغلي او يقف في طريقي او يبص لي في مصدر رزقي. بسيب اللي يتكلم يتكلم، بسيب اللي يقف يحاربني في شغلي اسيبه، لو فضلتي مثلا ده عمل لي حاجه لازم اعمل زي ما هو عمل لي، ده يعني بيتكلم عليا، لا سيب اللي يتكلم يتكلم، ده هيبوظ لي قناتي، بسيب في ربنا، ربنا شايف. انما انا اروح ارد الاساءه بالاساءه لا، خليكي في شغلك وسيبيها على ربنا، ما تبصيش وراكي، ما تبصيش دي قالت دي عادت دي عملت دي عايزه تبوظ لي قناتي دي، لا 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 لا، امشي في شغلك وما تبصيش وراكي، صدقيني هتنجحي باذن الله. جيهان عبد الله، انا كنت بفكر افتح قناه وتبقى مصدر رزق ليا، ايه رايك؟ مش ده اللي احنا قلناه؟ خلينا السؤال ده احنا لسه مجاوبين عليه، هتلخبط. زوزه بتقول حابه بعد كده تخلي قناتك محتوى واحد ولا عشوائي زي ما انت؟ سؤال تاني، ممكن تقفلي القناه في يوم من الايام؟ بصوا لا انا مش حابه موضوع محتوى واحد، انا بحب التنوع، بحب ان هي زي ما هي كده، انما اثبت على حاجه، لاني انا في ناس بتحب الفلوجات بتاعتي، في ناس بتحب الطبخ، في ناس بتحب سواء عملنا تحديات كده، ففي جزء كده وجزء كده وجزء كده، فانا حابه ان انا ابقى متنوعه زي ما انا. انما موضوع قفل القناه بصراحه يعني الحمد لله انا عمري ما فكرت ان انا اقفل قناتي، لان انا بحبكم جدا، بتحسسوني ان انتوا عيلتي قبل شغلي، يعني ده قبل ما هو يكون مصدر رزقي، انا حابه ان انتوا تكونوا في حياتي، بتدوني تفاؤل، بتدوني حب، بتدوني بحس ان انتوا فعلا عيلتي، فعمري ما فكرت ان انا اقفل، الا بقى لو حصل ظروف لا قدر الله مثلا ما تخلينيش، لان الشغل اليوتيوب صعب، فما تخلينيش ان انا اقدر اصور تاني، هي دي ممكن اللي تمنعني عنكم بصراحه وما كملتش في اليوتيوب. ادعوا لي بقى واستمروا كده معايا وشجعوني عشان افضل معاكم مكمله. السؤال اللي بعده من عالم نونا، حبيبه قلبي، عايزه اقول لكم حبيبتي قناتها جميله جدا، عالم نونا بجد، خشوا دعموها، هسيب لكم التعليق بتاعها باسم القناه، بجد قناتها جميله قوي، بتقول وصفات حلوه قوي،
بتعمل حاجات للرجيم للتخسيس، بتقول وصفات جميله بجد، قناتها رقيقه قوي وهي رقيقه وهي جميله. حبيبتي يا نونا مبدئيا كده انا بستنى فيديوهاتك دايما، بتغير المود تبارك الله عليكي. حبيبتي يا نونا انت اللي جميله وفيديوهاتك كلها جميله. اسم قناتها عالم نونا، عالم نونا. خشوا دعموها وحطوا لها لايك واكتبوا لها تعليق حلو كده، قولوا انتوا جايين من عند ميرو بجد والله هتفرح قوي، هي قناتها هتحبوها. خشوا تلاقوا فيديوهات حلوه عندها هتعجبكم قوي باذن الله. تعليق تاني، قناتك مميزه بجد حبيبتي وعجبتني جدا وحابه اكون من عيلتك. ده انت تنوريني وعلى راسي من فوق، والله على راسي من فوق، ربنا يخليك يا رب، انت اللي جميله حبيبه قلبي. سؤال تاني من نونا حبيبه قلبي، قدرتي ازاي تتخططي للانتقادات اللي في بدايه قناتك؟ بصي انا عامه بحبط جامد، يعني اول ما بيجي لي مثلا، اول ما فتحت كان بيجي لي على مثلا احد قال لك يعني مش عاجبه حاجه، فكنت بتضايق، انت مش عارفه لابسه ايه، ده مش حلو، لا الاكله دي مش كده، فاهمه؟ عدايه النجاح. فكنت بتضايق وممكن قعدت في الاول خالص لا انا مش هكمل، وفضلت بقيت ايأس ومبقتش ليا نفسي اصور، وكنت بقى بتضايق وناس تقول لك ايه يعني انت مين قال لك مش، ناس ثانيه يقولوا لك انت مش هتوصلي، انت قليله قوي فيديوهاتك، مش محدش هيعرفك، نزلي فيديوهات كتير. المهم كنت باخد النصايح دي، بس ساعات كنت في الاول يعني بيأس، ما كنتش ببقى عندي الحماس، بس واحده واحده يعني برجع تاني. وبعد كده لقيت نفسي بعد سنه من اليوتيوب بدات اقول لا انا مش هبص للانتقادات، انا مش هبص مهما حد قال لي كلمه سلبيه، مفيش، كل واحد عنده الحلو والوحش، وفي ناس هتقول لك الحلو وناس هتقول لك الوحش، وفي ناس هتقف ضدك وفي ناس هتقف في ظهرك، وانا ناس كتير قوي بيدعموني والله بيقفوا في ظهري وبيسندوني، فانا مش هفكر في الحاجات السلبيه. فعشان كده بقيت يعني بعمل نفسي مش شايفاها عادي ايه يعني، وباخدها يعني باخدها في صدر رحم، انما الاول كان لا. أميرة فكرة جميلة مع أميرة حبيبة قلبي وصاحبتي الجميلة اللي بحبها، ربنا يخليكي ليا يا أميرة. قناة فكرة جميلة مع أميرة، أفكار جميلة، بتعمل أفكار حلوة قوي، هسيب لكم برضو رابط القناة بتاعتها، هحط لكم في الشريط وأنا بتكلم هتلاقوا إيه، خشوا عندها. فكرة جميلة مع أميرة، هي فعلا جميلة عشان أميرة بتعملها، بتعمل أفكار حلوة قوي، أفكار مش مكلفة وسهلة جدا وسهلة، أفكارها حلوة قوي. دي صاحبتي يعني صحوبية 5 سنين من غير ما نشوف بعض حبيبتي، ونفسي أروح لها من اسكندرية، أحلى ناس وأجمل ناس حبيبتي وصاحبتي وأختي وكل حاجة ليا. خشوا دعموها بقى وشوفوا الأفكار بتاعتها، وأنا واثقة إن هي هتعجبكم والله، بتعمل أفكار مش مكلفة خالص، حصلات فوانيس لرمضان، حاجات ديكورات جميلة قوي هتعجبكم، حاجات ممكن من ازاز بلاستيك، ازاز شامبو، حاجات بتعمل منها حاجات بجد بتعجبني قوي، تحفه. خشوا بقى حطوا لها لايك وتقولوا لها تعليق قوي حلو، واشتركوا في القناه عندها بجد هتعجبكم. هارون شقاوة، مبدئيا كده بسم الله ما شاء الله قناتك جميله ومريحه نفسيا لاي حد بيتفرج عليها. سؤالي بالنسبه للالية الهوائية الصحيه، حبيبتي يا ام هارون حبيبتي، وربنا يخليكي ويخلي لك هارون وتفرحي بيه يا رب ويطمن قلبك عليه. بالنسبه للالية الهوائيه الصحيه فعلا من غير زيوت، بتطلع الاكل حلو وبسرعه، فهي بجد والله صحيه جدا وعمليه، فتوكلي على الله وبتفكري تجيبيها والله حلوه مش هتندمي. جولي عرفينا عليكي اكتر وعلى مخططاتك المستقبليه في تطوير قناتك، حلوه مخططاتك دي، حلوه مخططاتك، حلوه بخطط لمخططاتي المستقبليه. ان انا فعلا اطور من قناتي، بحاول على قد ما اقدر ان انا اطلع احسن صوره، اجيب معدات تساعدني في التصوير، بحب اطور منها يعني من الادوات بتاعتي عشان تظهر لكم بشكل حلو، سواء بقى طبق سواء صينيه، الحاجات دي بتلفت النظر، بتخلي العين زي ما قلت لكم بتشوف قبل البق، فالعين اهم حاجه. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اطلع بصوره كويسه بصوره حلوه عشان الفيديوهات تبقى حلوه. بلوج شمس السلام عليكم، عندي سؤال ليكي، ما هي اكتر انواع الفيديوهات اللي لقيت نجاحا على قناتك؟ حبيبتي 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 من المغرب منجوده القمر، هقول لكم بقى بلوج شمس قناتها حلوه قوي برده، بتعمل بلوجات حلوه قوي من المغرب بجد والله، يدعموها وخشوا عندها حلوه قوي. بتعمل بلوجات حلوه قوي في البحر بقى، في مغامرات كده في البحر بتبقى حلوه قوي. الفيديوهات اللي لقيت نجاح اكتر عندي الفلوجات، البلوجات، الخروجات، البحر، الحاجات دي الناس بتحبها، الناس عندها كبت يا جماعه، فهي دي اللي اكتر حاجه لقيت نجاح عندي في القناه. غاده مجدي بتقولي بصي انا شفت قناتك بالصدفه وعجبتني جدا، فيديوهاتك لذيذه ومريحه بس خوف، ايه ما خفتيش من انتقادات الناس ليكي وانت منتقبه؟ لا والله ناس كتيره كانت بتنتقدني، ما حسسيني ان يعني المنقبه دي مش المفروض ان هي مثلا تلبس طرحه ملونه، ان هي تلبس فستان حلو، في ناس كتير كانوا بيقولوا لي ده مش شرعي، ده كل واحد يعني ربنا اللي هيحاسبه، فكنت بسمع كلامها ماشيه يعني كلامها على راسي من فوق، هي اذا كانت بتنصحني، بس في ناس بتقول لي كلام زي الدبش، انت ما انت مش مسلمه، طب انت مين قال لك ان انا مش مسلمه؟ ليه حكمت عليا عشان مجرد طرحه؟ ما في ياما ناس كتيره بتلبس حاجات طويله وخمارات، يعني دي حاجه عند ربنا، يعني دي حاجه عند ايوه عند ربنا، فما ينفعش في انتقادات حلوه على راسي من فوق، في انتقادات يعني تخليكي ان انت كافره وانت قاعده، ليه مش عارفه؟ مين امل حياتي بتقولي هتدخلي بناتك في مجال السوشيال ميديا، يعني ممكن بكره بعده نلاقي عندهم قناه؟ والله يعني هم حرين، ملك بتكسب جدا، فما اعتقدش ان ملك ممكن تخش، بس دي حريه شخصيه، لو حبوا المجال
يخشوا فيه بس يمشوا صح، لان برضو مجال اليوتيوب عايز الصحة، في ناس بتمشي طريق كده وحش وطريق الحلو طريق الصح اللي يمشوا فيه، ساعتها اسيبهم يعملوا اللي هم عايزين. المجال اليوتيوب حلو برضو ومش مفهوش حاجه وحشه لو مشيتيه صح. اخر سؤال بقى عشان انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس كان لازم انا اجاوب على كل اسئلتكم. ما تسيبش اي سؤال. من نيمو، نيمو بتقول لي ما فكرتيش تعملي مشروع شخصي مثلا طبخ او اي حاجه؟ لا بصراحه ما بحبش اتعامل ان انا مثلا اخرج مثلا اوصل اوردر الحاجات دي، لا انا حبيت المجال بتاعي يعني رغم ان انا واجهت فيه صعوبات كتير الله اكبر الله اعظم، هوقف واكمل بعد الاذان. العشاء كانت بتاذن، خلص معاكم بقى ونصلي العشاء. انا عارفه انا طولت عليكم. السؤال الاخير بقى عشان اللي انا رديت عليه، ما فكرتيش تعملي مشروع شخصي؟ لا انا حبيت الشغل ده، حتى ما قعدت افكر مع نفسي كده قلت ادور على باب رزق لما اليوتيوب عمل الدنيا معايا. كان قاعد فتره كان قاعد فتره تعبنا قوي، فقلت قعدت افكر كده قلت لا انا مش هيأس واكمل، لان انا حابه الشغل في اليوتيوب بصراحه، انا حابه المجال ده. اي نعم هو متعب بس بصراحه انا بحبه. انزل يا عصر، عصر ما بيبطش. انا بحب شغل اليوتيوب وبحبه جدا وبحب تعليقاتكم وبحب وقفتكم جنبي. كفايه ان انا اتعرفت عليكم، دي عندي بالدنيا كلها. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله، ويا رب اكون قدرت اجاوب بكل صراحه على اسئلتكم، ما حدش يزعل مني، انا ما نسيتش حد، انا جاوبت على كل حد، كلكم على راسي من فوق بجد والله، واسعدتوني وفرحتوني بكل تعليقاتكم. عايزاكم بقى الفتره الجايه دي خليكم معايا وشجعوني بجد، واتفرجوا على الفيديوهات للاخر وحطوا لي لايك، التعليق برده بيفرق معايا. بس يا عصام فادعموني كده لان انا محتاجاكم الفتره الجايه تقفوا جنبي. اشوفكم بقى عيله ميلو كده جامده ولا مش جامده. انتظروا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، هنعمل لكم فيديوهات حلوه كتير. ومعلش طولت عليكم، هتوحشوني. باي باي. باي باي.